بعض الحالات ما العاده كبدة واحد يستاهل كمان تاع الطفلة عمرها 3 سنين ليه طلعت عاد مو ديركت مع حكم العدام خاطر باش اللعبة تخاف وتولي ما نحبش العدام انا يا اخوي لطف يا رب لكن هو انسان كي يعمل العمليات هذوما معقول مالوريزمون ويظل لي جدد الجيمين با لو شوا اما مع حكومة الاعدام في ديكا اكستريم على الاخر حكم الاعدام للي يستحقه خاطر فما بحاجات تسمع بها تو في تونس برا من العجائب اللي يستاهل كما الاحداث اللي نسمعوا فيها تويكا تاع الصغيرات في الروضه في الواحد مش عذاب انا نشكو مش فرحانين شوي كونتر لا فيغيتي سيت ان اتر هومان معناها فهمت حتى ربي سبحانه معناها ما قالش بيا الحكايه ضد عقوبه الاعدام معليش خاطر مهما كان هو شخص وعنده حريه عنده حريه العيش هي اضعف الحريات معناها انا ضد عقوبه الاعدام انا مع انه اي شخص اللي هو يستحق اقصى عقوبه ان تكون عنده مده معناتها حتى مدى الحياه ولا حاجه ضد عقوبه الاعدام على خاطر فما اكيد معناها عقوبات خير معناها نجم يعاقب علاش ديرك الاعدام يعني مع حكم الاعدام باهي عليه هذيا اخويا اش باش نقول لك في حاجات معينه فما حكم الاعدام من واحد من الناس انا نقاجي على حكم الاعدام نقتل نذبح نعمل انسان عمل حاجه ماهيش ولا بد حطمه جمله بون ضد حكم الاعدام على خاطر الانسان ديجا معناها كي باش تحكم عليه بالاعدام باش يموت ويرتاح انت بويسك تحب هو عمل جريمه قراب وكل شيء تحب تعاقبه احكم عليه بالمؤبد انا مع حكم الاعدام خاطر كي نسمع موضوع كيما اللي صار لبنية صغيرة 3 سنين معناها يستاهل أكثر من الإعدام. ضد حكم الإعدام خاطر حق الحياة هذاك حق الناس الكل مهما كانت الجريمة اللي يرتكبها قول أن المواطن التونسي عنده عقوبة معينة أما حكم الإعدام لا ينجم يحكم عليه بالمؤبد. مع حكم الإعدام أنا أخوي خاطر الشيء واحد اللي راه فيه في الشارع يدوخ. انا ضد عقوبه الاعدام لانه ببساطه معناها بالنسبه لي فما حتى انسان عنده الحق باش يحد حياه انسان باش يوقف الحياه ويقتله معناها انا ضد عقوبه الاعدام خاطر سي اونيما اما في بعض الحالات هو ينجم يكون كي تعدموا متردحوا معناتها فما بيد يستحقوا يتعذبوا اكثر من الاعدام كما العباد اللي يغتصبوا في الصغار يغتصبوا في البنات حكم الاعدام للباجي قايد السبسي وحمل همامي هذوك هما العدم اليوسفيين هذاك الباجي قايد السبسي اول واحد يطبق عليه الاعدام هذاك اخوي معاه ولد حكم الاعدام انا ما لي يقول به ربي ما دام اذا كان ربي قال فمني قصاص فمني ولا وليقتل يقتل انا معاه في حالات كيما العامله الاخرانيه هذه نتاع البنيه مثلا انه كان تثبت عليه هو يسحق الاعدام